مين؟ معلم حسام. يخرب بيت عينك الشين يا عوض، انت جيت يا حسد. ربنا ما يصبحك بخير. ازيك يا معلم؟ خير يا معلم. ازاي؟ بس متوضي بس. ما انت مالك كده؟ مالي يا بسبح؟ وشك مزهنر كده وحلو، ايه الحلاوه دي؟ زهنر ازاي؟ حلو قوي. والنبي سيبني اشوف حياة ابوك عندكم عير وسيبني. سلام سيبني يا شيخ. يا اخويا سالكه معاك قوي. الله اكبر الله اكبر. سالكه معاك يا اخويا في مصالحك. مش بيبان عليك حاجه خالص. يا بطني. يا اخويا مش ايدي. صحتك سليمه قوي. قوم من هنا قوم. قوم يا حسان. ده يا ما تردك في الدنيا ولا في الاخره يا شيخ. الله اكبر. يا ام احمد. يا ام احمد حوشي لي حسد نهالك. حوشي يا ام احمد. الناس بتقول عليا حساد وانا حساد حد يا اولاد؟ مش انت اخرينهم البيت الناس دي؟ يا باي امال مين الواد؟ مين الواد اللي جايبني الحلو دي يا اولاد؟ خد يا عسل. امال انت من مين؟ من حسام ابو عساوي. خير يا اخويا؟ الترنج اللي عليك حلو قوي. بسم الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه يا ولاد؟ في ايه يا ولاد؟ انا بحسن يا ولاد. استغفر الله العظيم يا رب. إيه هرجع تاني ولا اروح فين يا ولاد؟ الله يخرب بيت شورتك يا راجل. ده ما شرى انت يا راجل. حظ الله يا شيخ كرمالك اللي راح يا ولد. روح فين يا راجل؟ ابعد عني بقى يا راجل. روح فين يا ابويا؟ خد يا راجل ابعد عني يا راجل. انت لسه صحتك شديده؟ ابعد عني كل يوم في حالك. خد. ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ يا راجل بقى كفايه بقى يا حزني يا اخي. يا اخي مش بدهات خالص. صحتك سليمه ليه كده؟ خد يا اخي. ابعد عني بقى يا اخي. ابني شليته. خد يا خد معاك. خد ولعته. ابعد عني بقى يا اخي. يا اخي ما حدش كرمالك يا اخي. انت يا مدرع عني بقى يا انت عايز مني ايه يا مدرعك تتشوف؟ يا اخي عينك شينه يا هاني. يا خدني معاك يا اخي. وسع بقى يا هاني. يا راجل خدني معاك يا اخي. عينك رصاص يا هاني. يا اخي مش بلاقي حته نظيفه اللي عندك يا اخي. كفايه. انت عايز مني؟ عايز مني؟ عايز مني؟ معلش عيد حيلته يا اخي. انت عايز مني ايه يا اخي؟ مش بلاقي حته نظيفه. صلي يا اخي واحمد ربنا يا اخي. طهر قلبك يا اخي. يا اخي حيلتك نظيفه وانت قعدتك نظيفه ازاي؟ انت عايز تولع ولا عايز قاعده ايه؟ الله اكبر عليك. والله الاوضاع عندك حلوه قوي كده. لا لا يا ساتر. قوم يا امشي. قوم يا هاني. قوم قوم يا هاني. قوم قوم. قامك برضه انت وامك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا شفتوا فيديو الحسن عامل فينا ايه؟ ولع في بيتي وجاب لابني شلل وراجل عينه شينه ومشيحه مدان. القلب بالسليم. صفي القلب ربنا هيرزقك. ما دام تبص وتحسد على حسام وتحسد غيره صفي قلبك بالله. بالله تعرف الحسد ده عقوبه عند الله ايه؟ عقوبه عند الله نار. هيخش النار. واتفرجوا على الفيديو بتاعنا وشوفوا طبعا بالشير وباللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.